السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أولا طبعا ما انصحش أي حد أبدا أن يخرج من البيت حفاظا على نفسه وعلى أهله وأولاده وعلى كل اللي موجودين في البيت. أما بقى خروج الولاد من البيت فده شيء خطر جدا 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 في الفترة اللي احنا فيها دي، لصعوبة استجابتهم للتعليمات والوسائل الوقاية اللي احنا بنتكلم عليها، اللي احنا نفسنا ساعات بشكل غير إرادي ولا تلقائي كده بنلاقي نفسنا بنلمس وشنا، بنعدل الطرحة بنلمس وشنا برغم كل التحذيرات اللي احنا نفسنا بنقولها لنفسنا وللناس اللي حوالينا بأن احنا ما ينفعش أبدا نلمس وشنا أثناء خروجنا من البيت. أما بقى إذا كنا مضطرين ومفيش أي حل تاني غير إننا نخرج ومعانا حد من الولاد زي ما حصل معايا كده واضطريت أخرج مع ابني، فهقول لكم على بعض الأساليب اللي اتبعتها والحاجات اللي عملتها علشان أحافظ عليه. ربنا يحفظه ويحفظ ولادنا جميعا يا رب من كل شر. اولا اتكلمت معاه وقعدت معاه وفهمته ان في ميكروب موجود في الجو بره، وعرفته انه ما ينفعش يلمس اي حاجه موجوده في المكان اللي احنا هنروح فيه او حتى في العربيه اللي هنركبها. وطبعا معظم الاطفال في الوقت ده عارفين كل حاجه وعارفين فيروس كورونا بالاسم نتيجه للاحداث اللي بتحصل حوالينا، وانه تقريبا العالم كله ملوش كلام غير عن الموضوع. حاجه استخدمتها وهي الكمامه، على الرغم من ان معظم الاطباء وناس كتير جدا بتنصح بعدم لبس الكمامه للناس العاديه في الشارع الا اذا كان الشخص مريض عنده اعراض برد حتى عاديه سواء كان كحه او رشح او عطس، او بنتعامل بشكل مباشر مع شخص مريض دي بس بننصح بلبس الكمامه. لكن انا من وجهه نظري شايفه ان الاطفال مهم جدا في الوقت ده ان هم يلبسوا الكمامه حفاظا عليهم، لان احنا مهما قلنا ومهما حذرنا من لمس وشهم واحنا خارج البيت فمش هنقدر نتحكم فيهم، وهما كمان مش هيقدروا يتحكموا في انفسهم طول الوقت اللي احنا هنكون فيه بره البيت. فبالتالي الكمامه هي تكون الحمايه الاولى للجهاز التنفسي، بان هم حتى لو حاولوا يلمسوا وشهم هتكون هي فاصل يعني ما بين ايديهم وما بين المنطقه دي. كمان واحنا خارجين مهم ان احنا يكون لابسين حاجه ليها جيب، وننصح الولاد بان هم يحطوا ايديهم في جيوبهم ما يطلعوهاش ابدا طول اليوم، حفاظا ان هم ما يلمسوش اي حاجه في المكان اللي احنا موجودين فيه. حتى لو نسي وطلعوا ايديهم هيبقى يعني وقت قليل، لكن معظم الوقت الايد في الجيب ما بتطلعش ابدا طول اليوم، وده اللي انا تابعته مع ابني وربنا هداه الحمد لله واستجاب لي. كمان ننبههم ان هم ما يلمسوش اي حاجه بمجرد مخرجنا من البيت لغايه ما نرجع، ممنوع لمس اي شيء موجود بره. لو مثلا حتى لو اضطرينا نروح سوبر ماركت او حاجه زي كده وخدناهم معانا وعايزين حاجه هم يقولوا لنا واحنا نجيبها لهم، حتى في ركوب العربيه كمان مفيش مانع ابدا ان انا اشيل ابني واركبه واشيله وانزله، لانه يعني احميه من اللمس المكان اللي هيكون موجود فيه او العربيه او الكرسي اللي هيقعد عليه. كمان نقلل فترة وجودنا خارج البيت، ونكون عندنا هدف معين اللي احنا مضطرين ان احنا نروح له فنتجه مباشرة للهدف بتاعنا، ما نروحش اي مشاوير تانية، ونحاول نقلل من فترة وجودنا خارج البيت خصوصا ومعانا اولادنا. اما بقى بعد الرجوع وقبل دخولنا البيت هنقلع الشوز بتاعتنا بره البيت علشان ما ندخلش اي حاجة متعلقة فيها داخل المنزل. كمان هنعقم ايديهم وايدينا بالكحول الطبي، وهنخلي ايدينا بعيد عن وشنا ما نقربش ابدا الكحول او ريحته من الوش، لانه خطر جدا بيعمل مشاكل في العين ومشاكل كمان في الجهاز التنفسي. بعد دخولنا البيت بقى فهيغير هدومه الهدوم اللي كان خارج بيها، ويغسل ايده كويس جدا بالصابون ويعد 20 ثانيه زي ما علمناهم، وكمان يغسل وشه. ومفيش مانع لو استخدمنا مرطب خفيف جدا على البشره، لانه الكحول والمطهرات دي او الصابون بيعمل جفاف وكمان بيقتل البكتيريا النافعه اللي موجوده على بشرتنا، فبالتالي ممكن يعمل التهابات. فالمرطبات في الوقت ده مهمه جدا خصوصا للاطفال، لان كمان بشرتهم بتبقى حساسه عن بشرتنا. يا رب يحفظ ولادنا جميعا ويحفظنا ويعدي الفترة دي على خير، وعلى رأي ابني يا رب فيروس كورونا يموت علشان نعرف نخرج براحتنا ان شاء الله فترة وتعدي، وربنا يا رب يحفظنا جميعا. اسيبكم في حفظ الله ورعايته واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.